في لبنان الآن يوجد 12 مخيم. سابقا كان في حوالي 16 مخيم. في قسم كبير من هذه المخيمات جرى تدميره أثناء الاجتياح الإسرائيلي للبنان ونتيجة القصف الذي مارسته بعض القوى الإنذارية في الحرب الأهلية. على سبيل المثال مخيم النبطية جرى تدميره في جنوب لبنان من قبل الطيران الإسرائيلي ضمن بشكل كامل. مخيم تل الزعتر أيضا دمر على يد القوات الإنذارية المدعومة من قبل إسرائيل. مخيم جسر الباشا أيضا كان أحد المخيمات اللي دمرت في ظل الحرب الأهلية من خلال القوى الإنذارية. الآن هذه المخيمات المتبقية 12 مخيم تستوعب المفروض حوالي 400 ألف لاجئ فلسطيني اللي هم موجودين في لبنان. لكن هناك قسم آخر أيضا من لاجئين فلسطينيين يسكنون في مدن يستأجرون بيوت. نأخذ بعين الاعتبار أنه في قسم كبير من اللاجئين الفلسطينيين اضطر إلى الهجرة إلى لجوء آخر في بلدان أوروبا. يعني إذا كان العدو الإسرائيلي اغتصاب فلسطين أدى إلى هجرة حوالي 400 ألف لاجئ فلسطيني الآن في لبنان. أيضا الحروب الأهلية المتعاقبة في لبنان، الأعمال العدوانية الإسرائيلية التي كان أخطرها الاجتياح الإسرائيلي في عام 82 أدت إلى هجرة حوالي 100 ألف بين 75 إلى 100 ألف لاجئ فلسطيني إلى عدد من الدول الأوروبية خاصة ألمانيا، السويد والدنمارك وقسم آخر أيضا في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. مشكلة اللاجئين في لبنان التي تتميز عن اللاجئين الفلسطينيين في أي مكان آخر بالعالم هو أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لا يتمتعون بأي لأنهم محرومون من كامل حقوقهم الإنسانية، محرومون من الحقوق التي يضمنها ميثاق اللاجئين الدولي. وهذا يعني بأن الفلسطيني في لبنان ليس من حقه قانونيا أن يعمل، ليس من حقه أن يكون له مشروع اقتصادي وأن له دخل، ليس من حقه أن يشتري بيتا يسكن به على سبيل المثال، ليس من حقه أن يكون له وظيفة بأي مؤسسة من مؤسسات الدولة حتى بالشركات الخاصة. هذا الوضع هو وضع استثنائي لا يوجد، يعني لا يتعرض له الفلسطينيون في أي مكان بالعالم. بالإضافة لهذه القوانين الظالمة ضد الفلسطينيين في لبنان والتي ينتج عنها أوضاع مأساوية يمكن أن تتصور، إذا كان إنسان ليس له دخل كيف يستطيع أن يؤمن متطلبات الأخرى الحياتية؟ كيف يستطيع أن يرسل أولاده إلى التعليم إلى المدارس ليتعلم؟ كيف يستطيع أن يوفر متطلبات العلاج والدواء عندما يمرض أي حد من أفراد العائلة؟ كيف يستطيع أن يؤمن ضرورات الحياتية الأساسية الأكل والشرب إلى آخره؟ وبالتالي هذه القوانين التي تنعكس على الوضع الاقتصادي الفلسطيني أيضا يترتب عليها نتائج أخرى اجتماعية من نوع الأمراض الاجتماعية التي بدأت تنتشر في المخيمات نتيجة لحالة الفقر السائدة في المخيمات. هذه الأمراض الاجتماعية من نوع التعارة، من نوع المخدرات، من نوع العنف. هذه
أعمال لم تكن سابقاً مولودة في المخيمات ولم تكن من تقاليد المجتمع الفلسطيني. هذه كلها يعني أصبحت الآن ظواهر طارئة على المخيمات بسبب يعني ما أشرت له من حالة فقر ووضع اقتصادي وقوانين جائرة التي تمارسها السلطة اللبنانية ضد الفلسطينيين في لبنان. ممكن أن أضيف أنه عدد من المخيمات أثناء الاجتياح الإسرائيلي جرى تدميرها بشكل كامل وكذلك أثناء الحرب الأهلية، لكن أعيد بناء على سبيل المثال مخيم عين الحلوه اللي يعتبر الآن أكبر مخيمات في لبنان، يسكن فيه حوالي ما بين 60 إلى 80 ألف إنسان فلسطيني. هذا المخيم أثناء الاجتياح الإسرائيلي 82 دمر تدمير كامل لكن أعيد بناء. مخيم شتيلة الذي تجري أحياء ذكرى المجزرة التي ارتكبت به عام 82 في 16 أيلول من عام 82 ارتكبت مجزرة رهيبة في مخيم شتيلة حيث دخلت مجموعة من القوات الإسرائيلية المتحالفة مع العدو الإسرائيلي الذي كان يحتل المنطقة وقتلت حوالي 2500 إنسان فلسطيني وقسم منهم قطف من قبل القوات الإسرائيلية ولم يتم معرفة مكانهم حتى الآن. هذا المخيم دمر حوالي 75% من مجموع يعني مباني أيضا ثم أعيد بناء جديد. مخيم برج البراشنة دمر حوالي 24% من بيوته ثم أعيد بناؤه. قبل سنتين أيضا دمر مخيم جديد اللي هو مخيم نهر البارد بسبب وجود قوات إرهابية تحت عنوان فتح الإسلام، لكن الجيش اللبناني بدل أن تقتصر معاركه وأهدافه العسكرية على القوى الإرهابية التي كانت تحت عنوان فتح الإسلام، للأسف الشديد كان القصف يطال كل المخيم مما أدى إلى تدمير مخيم نهر البارد تدميرا كاملا ولم يسمح لإعادة بناءه حتى الآن رغم الوعود المتكررة التي قدمها المسؤولون الإسرائيليون، لكن حتى الآن لم يسمح لإعادة بناء المخيم. إضافة لهذه القوانين وهذه المعارك والحروب المتعاقبة التي تعرض لها الفلسطينيون في لبنان، أيضا لا تزال هناك إجراءات لا يعترف أي جهة لبنانية باتخاذها وهي ما يمكن أن نسميه حصار المخيمات في مناطق المخيمات التي تحيط في منطقة صيدا ومنطقة صور. يوجد حوالي 6 مخيمات من أصل 12 مخيم في لبنان كلها محاطة بأشلاك سائفة وتحكم على في مداخلها مراكز للجيش اللبناني، أي أن كل مخيم من هذه المخيمات الست في جنوب لبنان هو عبارة عن سجن كبير محاط بأسلاك شائكة كما أشرت ويتحكم بمداخله مراكز للجيش اللبناني. أيضا أحيانا تخضع الفلسطينيين لتفتيش دقيق
أحيانا يضطر الإنسان أن يقف على الحاجز لساعات حتى يستطيع دخول مخيمه بسبب هذه الإجراءات. يمنع على أي حد خارج المخيم دخول المخيم، خاصة إذا كان يحمل الجنسية العربية أو الأجنبية، يعني المسموح لهم دخول مخيمات الجنوب فقط هم الفلسطينيون اللبنانيون، إذا كان يسكنون المخيم أو خارج المخيم أو اللبنانيون. أما غير ذلك، يعني لو أراد أي إنسان عربي من أي بلد عربي أو أي إنسان أجنبي من أي بلد أجنبي بالعالم أن يزور أحد هذه المخيمات في الجنوب، يجب أن يحصل على تصريح مسبق من المخابرات اللبنانية. حتى يحصل على هذا التصريح يحتاج يعني إلى عدة أيام. مثل هذه الإجراءات تخلق أجواء متوترة داخل المخيم وتولد نوع من يعني الاحتقان ونوع من الكراهية بين الفلسطينيين واللبنانيين، هي ليست في مصلحة لا اللبنانيين ولا الفلسطينيين. من مصلحتنا كلبنانيين وفلسطينيين نعيش على أرض واحدة في بلد واحدة أن يسود بيننا علاقات الأخوة والمحبة، يجب أن تسود بيننا علاقات الأخوية، علاقات التعاون، علاقات الانفتاح على بعضنا البعض، وليس علاقات الانغلاق والحقد والكراهية التي لا تخدم لا فلسطين ولا لبنان. صعب الدخول بمعرفة الحياة اليومية للإنسان الفلسطيني داخل المخيمات إلا في إطار الصورة العامة اللي قدمتها، واللي من نتائجها أيضا أنه عم بيكون في نسبة عالية جدا من البطالة وخاصة بين الشباب. هؤلاء الشباب العاطلين عن العمل نجدهم في أزقة مخيمات، يجلسون بشكل جماعي، غالبا وسيلة اللهو عندهم هي الأرجيلة، والبعض الآخر اللي نتيجة لحالة إحباط ويأس من إمكانية الحصول على عمل يقضي نهاره تقريبا نصف نهاره، أكثر من نصف النهار نايم، ويسهر في الليل هكذا بدون هدف محدد إلا يعني ضياع للوقت. وبالتالي أستطيع أن أقول بأنه في الحياة اليومية العادية داخل المخيم المشكلة الأصعب، المشكلة الأعقد هي مشكلة الشباب نتيجة للفراغ، هذا الفراغ الذي يسبب الأمراض الاجتماعية التي أشرت لها، المخدرات، الدعارة، الإحباط، اليأس. أيضا من النتائج اللي يمكن أن تتولد في الحياة اليومية للمخيمات هي ما يمكن أن نسميه ظواهر الفقر اللي أيضا نلحظها ليس فقط بسبب قلة العمل وفرص العمل، أيضا بسبب سياسة الدولة اللبنانية اللي تمنع الكهرباء عن المخيمات مثلا، قلما تأتي الكهرباء إلى المخيمات، السياسة اللي تمنع استعمال التليفون، يعني بالقانون اللبناني ممنوع إدخال التليفونات المخيمات. طبعا ما ينقذ الوضع الآن داخل المخيمات وجود سلالة، أما التليفونات المحلية اللي تابعة لبريد الدولة
غير مسموح بها داخل المخيمات. أيضا من مظاهر المؤسفة داخل المخيمات هي البنى التحتية اللي خاصة أثناء المطر تسبب نوع من البرك من الماء، طرق غير مزفتة، استهلاك الكهرباء اللي أحيانا تسبب أضرار وحرائق داخل المخيمات. هذه كلها ظواهر يمكن أن تلمسها بالحياة اليومية واللي تجعل الناس تعيش بأجواء غير مريحة، لا نفسيا ولا صحيا ولا اجتماعيا. السبب الأساسي المباشر لوضع اللاجئين الفلسطينيين هو كونهم لاجئين، أي نتيجة لنجاح الحركة الصهيونية العالمية باقتطاب فلسطين وممارسة ما سماه ألين بابي سياسة التطهير العرقي التي أدت إلى إخراج أعداد كبيرة من أبناء فلسطين ليتحولوا إلى لاجئين في لبنان، في سوريا، في الأردن، قبل أن تتمكن إسرائيل عام 67 من اغتصاب غزة والضفة. عدد كبير عام 48 لجأوا إلى غزة والضفة، أيضا قسم من اللاجئين في مصر وقسم آخر في العراق. أي اغتصاب فلسطين من قبل الحركة الصهيونية وتغيير اسمها من دولة فلسطين إلى دولة إسرائيل هو الذي أدى إلى هذا العدد الكبير من اللجوء، وبالتالي هو الذي أدى إلى أن يعيش الفلسطينيون في هذه يعني الظروف الصعبة. هون بدي أشير لنقطتين. النقطة الأولى أنه نجاح الحركة الصهيونية في اغتصاب فلسطين كان جزء مما يمكن أن يسمى اليوم أو سابقاً كان يسمى نظام الرأسمالي العالمي، أي كانت الحركة الصهيونية جزء من النظام الاستعماري اللي كان سائد في بداية القرن 19، ونتيجة تحالف الحركة الصهيونية مع هذا النظام الرأسمالي اللي كانت أبرز دوله بريطانيا، فرنسا، ثم دخلت بعد الحرب العالمية الثانية طرفاً ثالثاً الولايات المتحدة الأمريكية، وقبل ذلك أيضاً روسيا كانت طرف، بالإضافة لبعض الأوساط التركية. أي هذا النظام الرأسمالي العالمي اللي كان شريك مع الحركة الصهيونية العالمية تمكنوا من تغيير اسم فلسطين وتحويلها إلى دولة لإقامتها الحركة الصهيونية، وأدى ذلك وضمن مخطط مدروس اسمه الحركة الصهيونية، كانت وضعت مخطط عام 34 يعني جزء من مشروعها اسمه دالت. ضمن هذا المخطط كان تستهدف الحركة الصهيونية أخذ فلسطين بدون سكانها، أي طرد سكانها الأصليين منها واغتصابها. هذا الذي أدى إلى هذا اللجوء. هذه يعني النقطة الأساسية الأولى التي يجب أن تكون واضحة، بأن الحركة الصهيونية لم تتمكن من اغتصاب فلسطين في جهدها الخاص، وإنما كونها كانت جزء من تحالف مع نظام الرأسمالي العالمي الذي وفر لها كل شروط النجاح. النقطة الثانية التي أريد أن أشير لها بأنه نظام الرأسمالي العالمي، أي الاستعمار القديم ثم الإمبريالية العالمية لاحقا في حربي بعد
يعني حرب الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية نجحوا بالهيمنة الكاملة على المنطقة العربية، تمكنوا من تجزئة الوطن العربي إلى دول، ووضعوا على رأس كل دولة من هذه الدول حاكم يتبع تماما لإحدى الدول الرأسمالية، خاصة بريطانيا ثم فرنسا ثم لاحقا الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي من خلال هذا النفوذ الاستعماري العالمي ثم هيمنة الإمبريالية اقتصاديا على هذه المنطقة واستغلالها واستغلال خيراتها، أصبحت هذه الدول اللي تابعة تماما للنظام الرأسمالي تلتزم بما ترسم هذه الدول الرأسمالية من سياسات. وكان جزء من سياسات هذه الدول الرأسمالية التي التزمت بها الأنظمة العربية هي إبقاء هذا الوضع اللاجئين بحالة صعبة بدون تقديم أي يعني تسهيلات لهم، وذلك لتسهيل حل مشكلة اللاجئين بحرمانهم حقهم بالعودة. لماذا؟ لأنه الولايات المتحدة لأنه الأمم المتحدة في عام 48 أخذت قرار رقم 194 الذي يطالب إسرائيل بأن تعيد كل اللاجئين الذين اضطروا إلى الخروج من فلسطين. وعندما قبلت إسرائيل عضوا بالأمم المتحدة في عام 49 بعد أن التزمت بشرط تنفيذ قرار 194 أي عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم وممتلكاتهم التي أخرجوا منها عام 48، لكن للأسف إسرائيل لم تلتزم بتنفيذ هذا القرار ولم تمارس الدول التي وافقت على هذا القرار في الأمم المتحدة بما في ذلك بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، لم تلتزم بتنفيذ هذا القرار ولم تمارس أي ضغط على إسرائيل بتنفيذ هذا القرار. بالعكس هذه الدول بدأت تمارس ضغط على الأنظمة العربية لتقبل اللاجئين حيث هم لتبقيهم بظروف صعبة بظروف معيشية قاسية حتى يرضخوا لحل يقبل أو لحل يعني يقبلوا به بقاءهم خارج فلسطين، لحل يبقيهم خارج تنفيذ قرار الأمم المتحدة أي ليجعلهم يتخلوا عن حقهم بالعودة. هذه السياسة الأنظمة العربية القاسية الظالمة هي جزء من المحاولات التي تستهدف حرمان الفلسطينيين من حقهم بالعودة إلى وطنهم، وهذه السياسة تتبعها الأنظمة العربية نتيجة لضغوطات تمارس عليهم من قبل يعني الدول الرأسمالية من قبل النظام الرأسمالي. ولهذا الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي استغلوا انهيار الاتحاد السوفيتي وتفتت نظام الاشتراك العالمي ليلغوا كل القرارات التي لا تخدم إسرائيل. حاولوا إلغاء كل القرارات التي تحمل مصلحة للفلسطينيين. نجحوا بإلغاء قرار واحد وهو القرار الذي يعتبر الحركة الصهيونية بأنها حركة عنصرية، لكنهم لم ينجحوا بإلغاء قرار 194
الذي يطالب بعودة اللاجئين إلى بيوت وممتلكات بعد الخروج منها عام 1967، ولم ينجحوا بإلغاء قرار 181 الذي يستوجب قيام دولة فلسطينية على مساحة 45% أو 46% من أرض فلسطين. لم ينجحوا بإلغاء هذين القرارين، لكن الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا تمكنوا حتى الآن من تعطيل تنفيذ هذين. أنا برأي حالات اللجوء بكل العالم هي وليدة ما يمكن أن أصبح يسمى في هذه الأيام النظام العولمي، النظام العالمي الجديد المتوحش اللي عم يتبع سياسة ظالمة ضد كل الشعوب. ويمكن أن أشير لهذه السياسة التي تبعها النظام العالمي الجديد تحت عنوان العنوان الأول هو وضع كل الدول الفقيرة تحت عبء ديون باهظة لا تستطيع أن تسددها، وبالتالي تضطر هذه الدول لاتخاذ إجراءات صارمة ضد شعوبها، تفرض عليها ضرائب، تفرض عليها قروض، تعيش حالة فقر تدفعها إلى الهجرة. وجزء من هذه السياسة اللي عم يتبعها النظام العالمي الجديد هو فرض نظام استهلاكي على كل شعوب العالم. هذا النظام الاستهلاكي بيكون نتيجته أن يجعل هذه الدول تستهلك، دول الفقيرة، دول العالم الثالث، تستهلك منتجات الدول الرأسمالية في حين أنها تحرم من أن تكون هي دول منتجة. أي أن هذا النظام العالمي الجديد يحرم الدول النامية من أن تتطور صناعيا، من أن تتطور اقتصاديا، يخرب الزراعة. كثير من الدول العالم الثالث كان دول زراعية وتنتج أنواع مختلفة، لكن هذه الدول، على سبيل المثال أعطي مصر، مصر كانت تصدر حبوب للمنطقة العربية، مصر كانت بلد من أوائل البلدان المنتجة للقطن. الآن مصر تستورد الحبوب، تستورد القمح من الولايات المتحدة الأمريكية وبكميات ضئيلة جدا، تمكن الولايات المتحدة الأمريكية من أن تتحكم بالريف القدس في مصر. وكذلك موضوع القطن، القطن لم تعود الآن مصر دولة منتجة للقطن. يعني هذا مثل بسيط أعطيه كيف نجح النظام العالمي الجديد أن يخرب اقتصاديات الشعوب الأخرى إذا كانت صناعية أو زراعية، وهذا من الطبيعي أن يؤدي إلى هجرة أعداد كبيرة من السكان الذين تحولوا إلى فقراء. وأعطي أيضا مثل آخر بأنه هذا النظام الرأسمالي العالمي الجديد، نظام العولمة، يتبع سياسة إثارة الخلافات والصراعات الداخلية. أو صراعات تقوم على أساس ديني، أو صراعات تقوم على أساس حدودي بين الدول. هذه الصراعات لا شك أيضا تدفع كثير من الناس للهجرة من بلدانهم للبحث عن أماكن آمنة أكثر استقرارا، أكثر هدوءا، توفر يعني لهم نوع يعني من الحياة الآمنة. هذه يعني العوامل أيضا أخرى بالإضافة للعامل الأول الاقتصادي الاستغلالي، هو عامل يعني سياسة
الحروب التي تولدها النظام العالمي الجديد، يعني بين الشعوب وبين الدول. أضف لذلك بأنه نظام العالم الجديد يبدو بدأ يعيد الاعتبار لسياسة الاستعمار القديم بإرسال قواته لاحتلال العديد من الدول لحماية حقائق. مثلاً الآن منطقة الشرق الأوسط فيها عدد هائل من القواعد العسكرية المركزية، في جيوش أمريكية وبريطانية في المنطقة، بدءا من العراق إلى أفغانستان، في قواعد عسكرية ضخمة في البحرين، في الكويت، في دول الإمارات. هذا الوجود العسكري يشكل حالة استفزاز ويشكل حالة رعب لكثير من الشعوب، أيضا يدفعها إلى تجربة. إذن هناك عوامل عديدة تتحمل مسؤوليتها هذا النظام العالمي الجديد المسمى النظام العولمي، والذي يدفع الكثير من الشعوب إلى الهجرة ومغادرة البلدان. يعني في نقطتين. أولا، حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يتم من خلال تنفيذ قرار 194 الصادر عن الأمم المتحدة، الذي يستوجب عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم وممتلكاتهم التي أخرجوا منها عام 1948. هل مشكلة اللاجئين على الصعيد الدولي؟ أنا أعتقد هذا يحتاج إلى جهد كبير، يفترض تغيير نظام العالمي يعني الجديد، واتباع نظرة جديدة للاجئين، لأن اللاجئ الذي يذهب إلى أوروبا أو الولايات الأمريكية مستغل أيضا ويستثمر من قبل النظام الرأسمالي العالمي. وهون يمكن أن يشكل مدخل لإحداث هذا التغيير أو لطرح حلول جدية لمعالجة مشكلة اللاجئين في العالم من خلال المؤتمر الدولي الذي تنظمه مؤسسة سير، مؤسسة إسبانية تهتم بموضوع الهجرة واللجوء في العالم، تنعقد مرة كل سنتين، ومن خلال هذه المؤتمرات التي تنظمها آمل أن يجري حوار جدي لمعالجة موضوع اللاجئين في العالم. Hello.